Hey Mercedes. How can I help? My back is hurt. I'm starting the classic massage for you. Hey Mercedes. How can I help? Change the ambient light to green. Okay, I'm changing the color. Hey Mercedes. How may I help you? Open the roller sunblind. I'm opening the roller sunblind on the sliding sunroof. Hey Mercedes. How can I help? Change the ambient light to red. Okay, I'm changing the color. Hey Mercedes. How can I help? Activate the head-up display. The head-up display is turned on. فعلت نظام الاوجمنتد رياليتي اللي هو الهيد-اب ديسبلاي. هو نظام الواقع الافتراضي. طبعا نظام الواقع الافتراضي هو موجود في الاس كلاس العاديه وليس الكهربائيه. ونزلوه على السيارات الكهربائيه ولكن بتقنيه اعلى بيعطيك الاشارات قارئ، هو قارئ للاشارات الارشاديه بالاضافه للاشارات المروريه، غير ذلك بيعطيك اشارات تنبيهيه بيوضح الطريق امامك على بعد خلينا نقول ما يقارب 600 متر، بيعطيك تنبيه قبل ما توصل للاشاره او للدوار. في كاميرا اماميه بتكون موجوده طبعا بهذه الطريقه بتوضح لك انه هذا الطريق نهايه الطريق بيكون في على اليسار، او انك تلف وترجع لانه الطريق مسكر.